دلوقتي جه ميعادنا مع تقريرنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم نتعامل بيها، وكمان التقرب إلى الله في هذا الشهر الفضيل. النهاردة التقرير بعنوان العفة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان عفيف جداً، كان إنسان يستحي. الصفة دي والخلق ده محتاجينه يبقى فينا، محتاجين نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نكون فينا عفة. كشباب كبنات لازم يكون عندنا عفة نتعلمها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلمها من سيدنا يوسف كمان. العفة في كل شيء، أولها السمع والنظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الحاجة الكويسة جدا اللي بننال بيها رضا ربنا سبحانه وتعالى واللي ندعي ربنا تكون موجودة فينا زي ما كانت موجودة في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. العفة عن كل شيء. اوعى تعتقد ان عينيك لما بتشوف او ودانك لما بتسمع او اي حاجة في جسمك لما بتتحرك مش بإما ليك او عليك. خد بالك حتى قلبك ده وعقلك لما بيفكروا في اي شيء ولما بيقول فيهم اي شيء، حاجة من الاتنين، يا حاجة نافعة يا حاجة ضارة، يا حاجة أنت هتاخد عليها حسنة يا حاجة أنت والعياذ بالله هتاخد عليها سيئة. العفة محتاجينها جدا في أيامنا دي، العفة في طرقاتنا، العفة في شغلنا، العفة وأنا بتصفح أي حاجة وبتفرج على أي حاجة أو بسمع أي حاجة. العفة مطلوبة إني أنا أعلم ودني ما تسمعش حاجة غلط، إن أنا أعلم عيني وأربي عيني على الكلام ده إنها ما تبصش لحاجة غلط، ولو بصت لحاجة غلط تستغفر ويحفظها، وكمان أرجع بسرعة قوي، مش أبص مرة واثنين وثلاثة واربعة وأنسى. خد بالك حاجة مهمة جدا، الجسد والأعضاء دي فيها حاجة بتتعود على اللي تربت عليه. يعني أنا مثلا في أول مرة ببص لحاجة غلط بيبقى ضميري بيأنبني شوية، والمرة التانية الضمير بيبتدي يقل والتأنيب بيقل في المرة التالتة والرابعة والخامسة لحد ما ينعدم تماما، لحد ما الاقي إن النظر ده أمر طبيعي جدا. أو لما أسمع مثلا حاجة إن هي مش كويسة في أول مرة ببقى زعلان وببقى متضايق، لكن بعد كده بستسهل الأمر وبستصيغ الأمر لدرجة إن العفة ممكن تروح مني خالص. إحنا مش عايزين الكلام ده، إحنا عايزين لو عملنا حاجة نزعل. لما نلاقي العفة عندنا بيبقى فيها إشكالية أو إن أنا بسمع حاجة مش كويسة أو بشوف حاجة مش كويسة، محتاج إن أنا أرجع إن أنا أعلم نفسي، إن أنا أأدب نفسي، إن أنا أهذب أعضائي، إن أنا أعلم نفسي دي إن طريق العفة هو طريق ربنا، هو طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله كمان طريقنا. ربنا يعفنا ويعلمنا ويسترنا ويجبرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.